مساكم الله بالخير جميعا. عندنا 30 متسابق، 5 أسئلة، كل ظروف جمعها فيها حوالي 7000. مساكم الله بالخير جميعا. عندنا 30 متسابق، 5 أسئلة، كل ظروف جمعها فيها حوالي 7000. وبنشوف اليوم تروح لمين. ولكن قبل لا نبدأ الفقرة الحلقة الماضية أخطينا على أبو عبد الرحمن، جاوب إجابة صحيحة واليوم بيدخل البوكس معنا، يستاهل. أقوى صفقة لأبو عبد الرحمن. كل نسيب ولا تكون ولد عم. أنت ولا إجابة جبتها صح يا فلوري. أنا جاوبت صح. ما جاوبت صح. وش إجابتك؟ إجابتي حقت اللي هذا الحنا اللي في ذاك اليوم جت صح. عندك سؤال لو سمحت يا غازي. وش نقول؟ راحت عليك. وش نقول؟ السؤال الأول في فقرة راحت عليك. الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله محرم، ليش؟ الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله محرم، ليش؟ اللي ما هو لله محرم، ما تجي لك في محل ما لا ذبح. هذا ذبح لله. ذبح لله في محل ما بسنة، ما هو محل سنة، ذبحت في محل حرام. ليش حرام؟ حرام ذبحت لك موقع ما بسنة، ولا يستسن ان الحلال يذبح في محل الحرام. يعطيك العافية يا عمي. هاي يا عمي سيد، لأن هذا المحل يذبح فيه على الحرام، ما يذبح فيه للحلال. الحلال يذبح في محل الحلال. هذا محل يعتقدون أهل الحرام أن هذا، وذبحك فيه بالحلال. اسلم يا عمي، لأن هذا يذبح فيه للحرام، ما يتزل يذبح فيه للحلال. هذا الناس يذبح. إيه وليش طيب؟ إذا لقيت لي ناس يذبحون غير الله مثلا، لا سمح الله والعياذ بالله، في البيت هذا، وأنا جبت ذبيحتي لله وذبحتها في المكان هذا، ليش حرام؟ لا يجوز، لأني شاركتهم في هذا، ذبحت في محل لا يجوز. هذا وشنه هذا اللي تبيه؟ الموقع هذا اللي يذبح فيه للحرام. إيه. وأنا أذبح للحلال في المحل. المبروك يا عم سعيد، المبروك. لأنك تشاركهم في أماكنهم المقدسة اللي يذبحون فيها الغير. غازي ما جاوب صح. هذا أفهمت بالكاميرا نين قال بس تيف جاوب. ولا هنا الله يلعن الشيطان. لأن هذا ولأن هذا، كل السناب هذا. الله يلعن الشيطان. الإجابة الإجابة وش يعني؟ مشاركة للمشركين في أماكنهم اللي يقدسونها يذبحون فيها الغير. ما قالها ما قالها. والله ما قال. انت قلتها يا عمي ولا ما قلت؟ يقول كذا. هذا وعمي سعيد قال اسماء الاشاره، هذا وهذه وهذه. لا ما تسمع. يمكن يذبح هن وقال هن. ما قال. اسحب يا عمي، اختار الضرب. الله يلعن الشيطان. ثم يليك. لحظه يا جماعه، لحظه. ما في فاضي، ما في. فك يا عمي، فك. خله يا عيال. هذا عشانك ما جاوب. بوجهي يا عمي، والله انا فاضي محرنا. الله يلعن الشيطان. لحظه يا عيال، اترك الرجال. والله فاضي. وش في يا عمي؟ الله يبارك فيك ان شاء الله. سام يا عمي، هذا عطر من دخون الإماراتية يحب قلبك. السؤال الثاني، جعل الله في الميراث للرجل دبل نصيب المرأة، لماذا؟ لماذا يسهل؟ لأن الرجال أقوى من المرأة. إيش دخل القوة؟ أقوى من المرأة. أقوم ولا أقوى؟ لا أقوم. يعني المرأة. إيش أقوم؟ يعني يقوم على المرأة هو. كيف يقوم؟ كيف يقوم؟ حتى الشهادة. يا عيون أنت، وين تتعدي أنت؟ ليش يقوم على المرأة؟ الرجال قوامون على النساء. إيه يعني وش اللي يسويه؟ يعني هو اللي يكد عليها وهو اللي يكلف. ألف مبروك، تستاهل. تستاهل ألف. الرجال مو مصدق.
الحين الحريم هنا اللي قمن هذا زي ابوه كذا وكذا وكذا خطأ الحين الحريم هنا اللي قمن برجال وهذا انت ما تخطئ لنا يا سعيد وش الله انا ما اتزوج انا قال انا الحرمه تقاسم النص بالنص وش المشكله هذا اجابته غلط تفضل يا سهيل اختار اذا غرت من ابوهم جت للعيال وش راجي انا اشوف ان الاجابه ما هم مقنعه الحين هذا كلام الله وش اللي مو ما يجي دوي سعيد ركز منهم من دوي سعيد اسمع دوي سعيد يشارك منهم واحد ولا اثنين ليش يجون حشر ابو غازي كنت مشهور انا كنت ما تنقل عنه انت ايش جايبكم انا زارعين على الكرسي يجون ما تلحق الكرسي بيشاركون بعد بشارك بعيالي وكاتب انا اجيب الحرمه شارك بشارك الله يبارك فيك انا عارف من يوم شفتك الفازه معك وانا عارف اني بنفوز والله نجنبه فازك العطر تستاهل السؤال الثالث ذكي جدا ويبغى له شخص متعمق لماذا جعل الله المسجد الحرام في مكان ليس به زرع تفضل يا عبد الله الثبيتي على طول جيت لك اعطيت بس السؤال وجيت لك الصعب يلا عطني اجابتك طيب اتوقع لان يختبر فيهم صبرهم في المكان هذا الله عليك يعني ما يكون مكان فيه انهار وكذا يعني يكون مريح يكون في مشقة على الناس عشان يختبر فيه عبادتهم وصبرهم الف مبروك تستاهل مبروك مبروك كيف جاب يا غازي مبروك هذا الدكتور بامر الدنيا كلها ما بعلم مستوى وبعدين هذا مهمنا العائله يا غازي ما لنا شغل هذا اخوه دكتور وهذا اخوه دكتور يعلم وش اسمه اخوه يا بايا اخوه فهد يا غازي بعدين هذا فهد ابو فهد يا عدل ابو فهد اللي قلت لكم ما تحرك هذاك مشخص ما شاء الله على غازي هذا غش أيوه. هو يجاوب اللي في الحرم لانه في السنه الكبير قريب منه يروح يجي احنا في مبروك كيف هذا مبروك فهد مبروك عبد الله عبد الله يا عبد الله يا فهد انا بغيت اقول الله موعدهم بجنة عرضها السماوات والارض ما لهم في المزروع في الحرم اللي جنبنا والله انت بس لو جاني السؤال ابو اقول اللي بيروح يتعبد الله وشباب الزرع هو راح هنا الصلاه سام اختار الله يجعلهم انا باخذ الفاضي هذا باخذ الخامسه يلا يلا فك الظرف عشان الوقت مره يشارك وكذا ونقزها اقطع الظرف كله اقطع خلينا نشوف ايش فيه شوف الورق ايش معه ما فيها ولا شيء الف مبروك تستاهل تستاهل الله يبارك فيك تستاهل يا عبد الله ان شاء الله السياره انت وابوك واخوانك سياره واحده ما تشيلهم كلهم لا تشيل كلهم يستاهلوا الطيب السؤال الرابع لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالاظافر الاظافر محرمه استغفر الله محرمه الاظافر ظفورك حتى كذا مشز كذا مشمز من الواحد لما تصير القظافير تروح تذبح بها البهائم ولا تذبحها بالطيور ولا حرام عندك اجابه غير هذه يا ابوي عندي سكين اذبحها راحت عليك راحت عليك جاك حاقط ماقط عطر اجابه عندي انا السؤال يلا يا راعي اللي تفدع الطليان لانه سلمك الله لانه في تعذيب للبهيمه هذه المسكينه احنا ما نحب ديننا ما يعذب البهائم ولا يعذب الف مبروك اقسم بالله لا تلعب اعصابي تراني تعبت نفسيا هاي يا ابو بنت الديره الموز جاوب انت اللي خلى الموز هذا ما ادري وين هو لان الاظافر من النجاسه ايوه ولا 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 يجوز اسلم الاظافر طال عمرك من النجاسه ايوه ولا يجوز ان تذكبها وشيء وانت ويا نجس ما يجوز انك تستخدمها عندك غير هذه بس عندي غير راحت عليك راحت عمي سيدي الاظافر لا تذبح لا تجي بالذبح لا توصل لبستوا انها تذبح الذبيحه يعني مو بحاده قصدك نعم. ما شاء الله عليك يا عمي سعيد سبحانه وتعالى ولا يجوز ولا والله سبحانه وتعالى والله استعجل في الذبح يعني الحسن الذبح لا يجوز قصدك عشان ما تتعذب البهيمه طيب قال بندر هذه راحت عليك راح بندر عذب حق ذبح الغنم يمكن الله ها مكروهه من المكروهات اللي ما ينوت لبها ولا ينقطع بها محرم يا عمي مو مكروه الذبح بالاظافر على ظاهره من ان ارشاء الوصف ايه من الاشياء المكروهه عندك غيره شيء ولا عندي غيره تفضل يا ابو علي لان ما يحصل بها مقصود الذبح كيف يعني مقصود الذبح ما تذبح يعني ما تبلغ انها مستوى انها تذبح راحت عليك راحت ها
لا تتمغط عندي هنا جايك السؤال اسلم. من شروط ادوات الذبح انها حاده وهي مو بحاده لدرجه انها تذبح. راحت عليك راحت. ها هاي ولد العمه. لان ممكن الذبح بالاظافر انها ما تكون مذبوحه على طول انها تصير ميته قبل لا تنذبح انها بتكون ميته. ها آه قصدك يعني لما كيف ما فهمت بتموت وهي حرجه اي المتردي والنطيح. عليك راحت. هاي ابو سعد اعتقد ان لان استعمال الاظافر يعتبر خنق للبهيمه وليس ذبح لها ذبحه والله اعلم. راحت عليك راحت. هاي يا طالب الشريعه جايب جيد جدا يلا حله. الله يسلمك. لان ذبحه بالأظافر هو جيد جدا ولا مقبول؟ لا جيد جدا. اسلم يلا. جيد جدا بالمقبول. لان ذبحه بالاظافر ما في كرام للميته. مو من كرامها. انت بتكرم الضيف ولا بتكرم الذبيحه؟ تكرم الميته لها كرام طريقه ذبح. راحت عليك راحت. ها يا ابو نسب حق مخلد اسلم. ما في اكثر من الاجابات هذول كلهم غلط يعني انا ما عندي. بعدين احنا كنا نذبح بالاظافر. عمي سعيد كنا نقرص هذه. اسالك بالله استغفر الله والله ما امزح. اسالك بالله حجر بظافر اسالك بالله صدق. ايوه انا اعرف ان الذبح بالعاده بس هو قالوا انه كذا نذبح. يقول وش كنتوا تذبحون؟ صيد ارانب بطيور اي شيء جرابيع اي شيء ايام المقانيص. عمي سعيد صح تذبح بالاظافر حرام؟ طلع الاسم للفاز يا فيصل. ما يكذب فيصل. نعم انا اكسر الحجر اكسر الحجر الحاد. انت عندك سكاكين وعندك حجر ليش بتذبح به؟ ما نعرفه ما نعرفه. والله انت مشكوك في دينك من مبين. تفضل ابو ترف. انا اتوقع لان الاظافير تعتبر اله فيها شيء من النجاسه لان الاسلام وصى بقص الاظافير فكيف اني انا اذكي به؟ وما توجز الذبيحة ينطلق دمها ينتفي كله. هذا ما انت راعي طليان. طيب انا ما قد ذبحت بالاظافير. انت ما عز الله انك ما قد ذبحت من يوم جاي. لا ذكي مرخوصة وش ذبحت؟ هذا مغربي على انا ما يذبح. اسالك بالله.